تمام. يبقى هنتكلم النهارده عن نمبر 6 الكتريك كوندكشن، التوصيل للكهرباء. اسهل حاجه خالص ليه؟ بيقول لي السبستانسز المواد اللي عندي بقسمها حسب الالكتريك كوندكشن ايه نوعين، والحاجات دي اخذناها في سنه 6، جود كوندكتور اوف الكتريستي وباد كوندكتور اوف الكتريستي، بس كده. وهيعرف لي الجود كوندكتور سبستانس allows electricity او allow electricity to flow through او pass through، واللي هي bad conductor substance don't allow electricity to flow through. نفس الكلام يا جماعه ده احنا اخدناه السنه اللي فاتت في الالكتريك كوندكشن، خدناه السنه اللي فاتت ما فيهوش اي مشكله خالص، تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف الاكزامبلز. بيقول لي انا كل حاجه من دي هديك عليها اكزامبل، مثال. اول حاجه للالكتريك او الجود كوندكتور اوف الكتريستي، اول مثال الميتالز، كل الميتالز جود كوندكتور اوف الكتريستي، زي الايرن، السيلفر، الكوبر، الالمنيوم، الجولد، اي اليمنت ميتالز جود كوندكتور اوف الكتريستي، الكلام ده ما فيهوش اي مشكله، تمام. طيب في كمان سم سوليوشن، سوليوشن يا جماعه اللي هي المحاليل. طب انا عندي محل زي ايه؟ سيت جود كوندكتور اوف الكتريستي. قال لي والله اول حاجه من المحل هي جود كوندكتور اوف الكتريستي، اللي هي يا جماعه الاسيدز. اسيدز يعني احماض. اتفضل يا جمال. نعم. وسائل المحاليل دي بتكون عباره عن ايه؟ حاضر يا حبيبي، اتفضل. شكرا. المحاليل يا مروان عباره عن ايه؟ عباره عن مادة دايبة في مادة تانية، احنا خدناها السنة في سنة 5 لما كنا بنقول الميكشور والبيور، وقلنا خدنا السليوشن، سليوشن يعني محلول، مادتين دايبين في بعض، فالمحليل دي منها كذا نوع. اللي بيوصل الكهرباء من السليوشن أول حاجة الأسيدز، الأحماض. والأحماض زي إيه؟ زي عندك مثلا الفينيجر الخل، زي الليمون الليمون، زي البيبسي، دي كلها احماض مخففه. لكن في منها احماض تانية بتكون مركزه وبتبقى قويه، ايه هتعامل معاها بعدين. بس اهم حاجه اعرف ان اول نوع من الحاجات اللي بتوصل الكهرباء في السوليوشن الاسيدز. كمان عندي حاجه اسمها الكالاين، الكالاين دي بيسموها القواعد او القلويات، القلويات دي هناخدها برضو في الترم الثاني بالتفصيل. يبقى دلوقتي عندي بالنسبه ليه السبستانسز اللي هي جود كوندكتور اوف الكتريستي، اول حاجه عندي منها الميتالز، المواد الصلبه الميتالز، وكل الميتالز بانواعها بتوصل الكتريستي. ثاني حاجه بالنسبه للسوليوشن عندي الاسيدك سوليوشن الاحماض، عندي الالكالاين سوليوشن القلويات، وكمان السولت السوليوشن بتاع السولت اللي هو ايه سوليوشن او سام سولت سوليوشن. زي ما قلت لكم يا جماعه قبل كده احنا قلنا في سنه 5 او سنه 6 قلنا ايه؟ الديستلد ووتر الماء النقي المقطر ده ما بيوصلش الكهرباء لان ما فيهوش سولتس. اللي بيخلي المينرال ووتر بتوصل الكهرباء هي السولتس الموجوده فيها، الميه بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها بنتعامل معاها ديت بتوصل الكهرباء ليه؟ لان فيها املاح. فاللي بيخلي الحاجات دي توصل الكهرباء هي السولتس الموجوده فيها، عشان كده قال لي من الحاجات اللي بتوصل الكهرباء سام سولت سوليوشن. كده خلصنا من الجود كوندكتور اوف الكتريستي. تعالى بقى اللي هي الباد كوندكتور اوف الكتريستي، نفس الكلام هقول امثله لمواد سوليد اهو. اول حاجه كل الجازز ما بتوصلش الكهرباء، لا الاكسجين جاز ولا الكربون دايوكسيد والحاجات دي خالص ما بتوصلش الكهرباء. نمبر 2 سام سوليد زي السلفر، زي الفسفيريوس، زي الوود، زي البلاستيك، الحاجات دي كلها ما بتوصلش الكهرباء، باد كوندكتور دونت الاو الكتريستي تو فلو ثرو. يبقى ده بالنسبه للجازيوس، بالنسبه للسوليد. طب بالنسبه للسوليوشن، خليك الاول في نمبر 2 شوجر سوليوشن، محلول السكر ما بيوصلش، محلول الملح يوصل، خلي بالك من دي. سولت سوليوشن جود كوندكتور اوف الكتريستي، شوجر سوليوشن باد كوندكتور اوف الكتريستي،
خلي بالك من الحته دي، مهمه قوي. كمان الحته اللي هي نمبر 1 دي بقى انا عايزك تحفظها as it is. انا شخصيا حاسس انها ملهاش لازمه، بس لو جات لنا اعرفها كده وخلاص. حاجه اسمها ايه؟ solution of هيدروجين كلورايد ان بنزين. هيدروجين كلورايد ده يا جماعه اسمه كلوريد الهيدروجين، وده عباره عن جاز لو داب في البنزين اللي هو يعتبر بيوصل، ده يعتبر الناتج خالص ما بيوصلش الكهرباء. يبقى تاني هو solution of هيدروجين كلورايد ان بنزين. هي ملهاش تفسير، احفظها as it is، هي ملهاش لازمه بيني وبينكم، بس نعرفها عشان لو جت في الامتحان نبقى فاهمينها. احنا كده اتكلمنا عن المواد اللي هي good conductor of electricity والباد conductor of electricity. examples على دولت واكزامبلز على دولت، ما فيهاش اي مشكله. اتفضل يا محمود. يعني السوليوشن ما تتحفظش؟ لا تتحفظ. بص يا حبيبي، انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هقول لك اديني اكزامبل على سوليوشن بيوصل. هتقول لي اسيد سوليوشن، هتقول لي الكالاين سوليوشن، هتقول لي سام سولت سوليوشن، ده اللي بيوصل. هقول لك اديني اكزامبل على سوليوشن ما بيوصلش، هتقول لي شوجر سوليوشن، او هتقول لي هيدروجين كلورايد ان بنزين. يبقى لازم احفظ اللي بيوصل ميتال زي مين وسوليوشن زي مين، واللي ما بيوصلش الجازيوس زي مين، بلاش الجازيوس كل الجازيوس، السم سوليد سبستانس زي مين او سوليوشن زي مين. لازم اعرف اكزامبل ده وده. تعال نشوف بقى اللي هو ايه. اوكي يا حبيبي، تعال نشوف بقى اللي هو الابلكيشن على الكلام ده، لايف ابلكيشن. طبعا السؤال ده بتاع سنه سته والله يا جماعه بالظبط. ليه الالكتريك واير والكيبلز مصنوعه من الكبر او الالمنيوم؟ وليه متغطيه كفرد ويز بلاستيك؟ الطبيعي الكبر والالمنيوم جود كوندكتور اوف الكتريستي، طب والبلاستيك باد كوندكتور اوف الكتريستي. الموضوع منتهي. خش على نمبر 2، الكتريك سكرو درايفرز اللي هو يا جماعه المفك. ليه المفك مصنوع من ايرون ستيل ايرون؟ ليه مصنوع من الحديد الصلب؟ والهاندل بتاعته الايد بتاعته مصنوعه من البلاستيك. حاضر يا عم. مصنوعه من الايرن ليه؟ الايرن جود كوندكتور اوف الكتريستي. طب ليه الايد مصنوعه من البلاستيك؟ بيكوز البلاستيك باد كوندكتور اوف الكتريستي. ادي الموضوع كله بمنتهى البساطه ولا محتاج اي كلام. تمام يا جماعه، دي صفحه كام؟ 25. تعال نشوف بقى 26. 26 اهي، 26 بيتكلم على ايه؟ 26 نفس الكلام والله بتاع مين يا سير؟ بتاع اللي خدناه السنه اللي فاتت، ثيرمال كوندكشن، التوصيل للحراره. قول يا سيدي. حاضر. السبستانسز ديت متقسمه حيث الثيرمال كوندكشن الى نوعين، النوع الاول كود كوندكتور اوف هيت، النوع الثاني بتكون ايه ده؟ ايه ده؟ ده نفس اللي اخذناه السنه اللي فاتت. والاكزامبل يا عم الاول تعرفها، سبستانسز الاو هيت فلو ثرو، الثانيه الباد كوندكتور، سبستانس دونت الاو هيت فلو ثرو. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ كلام هايف جدا. والاكزامبلز عندي اكزامبل على الجود كوندكتور، كل الميتر، الايرن والكبر والالمنيوم والجولد والسيلفر، كل ده. خش على الحاجات اللي باد كوندكتور زي مين؟ النون ميتال زي مين؟ الوود والبلاستيك والسلفر. بس خلي بالك الكربون من النون ميتال بس بيوصل الكهرباء، الكربون نون ميتال بس بيوصل الكهرباء. خلي بالكم الحته ديت، فارق بين الكربون بالرغم ان هو نون ميتال. طب يا سيد خش على اللايف ابلكيشن، كلام هايف جدا. يقول لي ليه الكوكينج بانز مصنوعه من الالمنيوم؟ الالمنيوم جود كوندكتور اوف هيت، وعنده قلنا هناك عنده هاي ميلتنج بوينت، يبقى بيكوز جود كوندكتور اوف هيت اند هاي ميلتنج بوينت، يبقى حاطين الاثنين مع بعض فيها. طب ليه الهاندل مصنوعه من البلاستيك او الوود؟ تمام، عشان الوود والبلاستيك باد كوندكتور اوف هيت. كلام يا جماعه انا اعتقد ان هو ليس له اي مشكله تماما. طبعا الاكسرسايز ده محلول اجاز هوز دانستي لور ذان ذا اير
طبعا عندي الهيدروجين او الهيليوم معروفه. تمام، اتفضل يا محمود هاني. يا سير معلش بس يا سير، هو هنا بيقول لك كوكي كمان زار ميد اوف المونيوم. ماشي تمام، يا سير، هو احنا يا سير برضو ممكن يسير، ممكن نقول يا سير اوف اوف ستانلس ستيل ايوه عندك برضه حق جود فعلا. كوندكتور اوف هيت، وعندها برضه، بس انا قلت لك الفرق كله في ايه؟ ستانلس ستيل دي الوي، لكن الالومنيوم ده اليمنت، ده الفرق. لكن الاثنين لهم نفس البروبرتيز، يعني اثنين جود كوندكتور اوف هيت، والاثنين عندهم هاي ميلتنج بوينت. تمام؟ اللي بعد كده نمبر 2، تمام يا سيدي. A substance that has low melting point. عندك الايس، عندك الواكس، عندك الباتر، ده كلها عندها لو. Alloy that used in making heating coil. ما فيش غير نيكل كروم. نيكل كروم heating coil. عندي الكابر جولد الجونرز. عندي الستانلس ستيل الكوكينج بانز. نمبر 4. A solid substance that which soft for room temperature. ما فيش غير الرابر. Substances that don't don't conduct electricity. عندك اللي ما بيوصلش، ما دام قال لك substance اي حاجه خد عندك، الجاز ما بتوصلش، الوود، البلاستيك، السلفر، الحاجات دي كلها ما بتوصلش الالكتريستي. كده خلصنا الفيزيكال بروبرتيز، كده خلصنا الفيزيكال بروبرتيز. تعال بقى نشوف ايه موضوع الكيميكال بروبرتيز. انا قلت يا جماعه من الحاجات اللي انا بميز بيها او بعمل ديفرنتيت بتوين ذا اليمنت، قلنا حاجتين فيزيكال بروبرتيز، وخدنا منها سته بروبرتيز، خدنا ست خواص فيزيكال بقدر اعمل ديفرنتيت بتوين اليمنت بيها. وعندي من الكيميكال بروبرتيز اثنين، سوري ثلاثه. اول حاجه ا فيري اكتيف ميتال، ثاني حاجه ليس اكتيف ميتال، تالت حاجة ان اكتيف ميتال. يبقى بقسم من حيث الكيميكال بروبرتيز الاليمنت او الميتالز ذات انواع، حاجات فيري اكتيف نشطة جدا، حاجات ليس اكتيف اقل نشاط، حاجات ان اكتيف غير نشطة. يبقى هو ده يا جماعة الكيميكال كله بقسمه الى ذات اقسام. هات اول حاجة كده، شوف بيقول لك ايه؟ ميتالز كان كلاسفايد اكوردنج تو ذير كيميكال اكتيفيتي الى 3 جروبس. نمبر 1 فيري اكتيف ميتال. الفيري اكتيف ميتال دي يا جماعه عباره عن ميتالز نشطه جدا، علشان كده ما بتقعدش ساكته، عامله زي الطفل الصغير اللي هو نشط جدا وحركي جدا، طول ما هو قاعد ما بيقعدش ساكت، امال بيعمل ايه؟ شغال، يتحرك، يخبط في ده، يعمل في ده، يشغل ده، يشغل ده، دايما طول ما هو قاعد وهو مش ساكت اكتف. هنا برضو عند الاليمنت، عند اليمنت ما بتسوتش ساكته خالص، بمجرد ما تعرضها للهواء تطلعها بس كده تشم الهواء، في هذه الحاله رياكت immediately rapidly، تتحد مع الاكسجين بتاع الاير، علشان كده بنقول ايه؟ انها فيري اكتيف ميتالز. يلا مع بعض، الاكتيف ميتال زي ار ميتال ويتش رياكت، تتفاعل رياكت وذ اوكسجين، مع الاكسجين، وين زي اكسبوز تو هيوميد اير. كلمه هيوميد اير ده الهواء الرطب، يعني بمجرد ما تشم الهواء الرطب على طول تتفاعل مع الاكسجين بتاع الهواء الجوي، علشان كده بسميها very active metal. طيب so علشان كده ما بتفاعل معاها lose the metallic cluster، بتفقد الميتاليك كلوستر بتاعها، خلاص هتفقد اللمعان او البريق، لانها خلاص اتحدت مع الاكسجين وعملت اوكسايد، وده معناها انها لوس اتس ميتاليك كلوستر. طب يا سير زي مين؟ قال لي والله مديك مثال الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم والبوتاسيوم اكزامبلز على الفيري اكتيف ميتال. يبقى لازم ابقى من عارف يا جماعه، لما اقول لك فيري اكتيف ميتال ايه ديت، عرفها لي، هتقول لي الحته دي زي ار ميتال ويتش رياكت ويز اوكسجين وين زي اكسبوز تو هيوميد اير، سو ات لوز زير ميتاليك كلاستر. زي مين؟ صوديوم اند بوتاسيوم. طب الصوديوم والبوتاسيوم ده يا جماعه
بس مشكله انا هحفظهم ازاي لما اجي اعينهم عندي في اللابوراتوري؟ اعينهم ازاي؟ قال لي بسيطه، تعينهم بقى تحطهم تحت حاجه تحافظ او تبعدهم عن الاير. طب ايه الحاجه دي؟ قال لك الكيروسين. عندي ادي الجهاز اهو اللي هو الجيروسين يا جماعه، اللي هو زي السولار كده اللي بتجيبه بالبنزينه، واحط جواه الصوديوم، الصوديوم هيغطس فيه سنك فيه، يجي الاير يخش يتفاعل مع الصوديوم يلاقي الطبقه بتاعت الكيروسين حامياه. يبقى واضح ان الكيروسين هنا بيمنع الاكسجين بتاع الهواء الجوي انه رياكت مع الصوديوم. فيبقى عندي الابلكيشن جيف ريزون صوديوم اند بوتاسيوم ار كيبت تحفظ. لو سمحت ممكن تعيد تاني عشان الصوت كان بيقطع جامد. حاضر حاضر يا حبيبتي حاضر. الحته يا جماعه بتاعت ايه؟ ان الصوديوم والبوتاسيوم دول نشيطين جدا. طب لو انا سبتهم كده في الهواء هيتفاعلوا مع الاكسجين بتاع الاتموسفير ويبقى كده باظهم، ما عادوش صوديوم، بقوا صوديوم اوكسايد، بقى بوتاسيوم اوكسايد لانهم اتحدوا مع الاكسجين. طب انا عايز اعينهم، اعينهم ازاي؟ قال لك مفيش غير طريقه واحده، ان سيادتك تجيب كيروسين اللي هو الجاز او السولار وتحط فيه الصوديوم، يبقى الصوديوم كده غطس جواه، الصوديوم لا يتفاعل مع الكيروسين، وده مهم قوي، لا يتفاعل مع الكيروسين، شكرا. وفي نفس الوقت يجي الاكسجين يخش يلاقي سطح الكيروسين منعه، يبقى كده انا حافظت على الصوديوم ده. يبقى تو بريفنت لمنع زير رياكشن تفاعلهم ويز اتموسفيريك اوكسجين، علشان يمنع تفاعلهم مع الاكسجين اللي هو بتاع الجو. اتفضل يا مروان بسرعه عشان السيشن هيخلص، اتفضل. جميل. هو لو الصوديوم تاني يا جماعه اتفضل، لو الصوديوم عمل رياكشن مع الاكسجين ايه اللي هيحصل؟ خلاص ما عادش صوديوم. هو انت عندك الايرن لما تفاعل مع الاكسجين اللي رطب ويكون ايرن راست، ما عادش حديد، تلاقيه بقى هش كده والطبقه تقع، عشان كده عملت النور بنت فروم تايم تو تايم هنقولها دلوقتي من شويه. يبقى لو الصوديوم اتحد مع الاكسجين ما عادش بقى صوديوم، بقى عباره عن صوديوم اوكسيد ولوس اتس ميتاليك لوستر، خلاص. يبقى انا كده لو كان عنده صوديوم ما عادش عنده صوديوم خلاص، لان الصوديوم ده لما يكون لوحده، لكن بمجرد ان هو تفاعل مع الاكسجين ما بقاش صوديوم، بقى صوديوم اوكسيد. يبقى كده يا جماعه ليه؟ زي عارف زي ايه يا جماعه؟ زي ما يكون واحد ايه راح يجيب شوكولاتايه وهو ماشي الشوكولاتايه وقعت في الطين. طبعا الناس كلها تقول لك لا ما ياكلهاش ما ياكلهاش، لا هياكلها. لماذا؟ لان الشوكليت متغلف بالكفر بتاعه. انا ممكن الكفر ده اجي واحطه تحت الميه واغسله واعمله زي ما اعمل فيه، ولكن جوه الشوكليت ما وصلوش حاجه. يبقى الصوديوم هنا كانه مستخبي تحت الكيروسين. اي اير هيخش مش هيقدر يوصل للصوديوم، يبقى انا حافظت على الصوديوم انه رياكت مع اي اكسجين بتاع هواء جوي، وده كده عشان كده بحفظ الصوديوم تحت الكيروسين. طيب كده يا جماعه السيشن ده خلاص خلص، ما فيهوش غير دقيقه واحده بالظبط، فاحنا كده هنقفل ونبدا الجزء الجديد في السيشن الجديد. هنقفل حالا دلوقتي وابعت لكم اللينك بتاعي. طيب قبل يا جماعه ما